الاتحاد المشترك الاتحاد الملاك المشتركين كما شفنا واشرنا ليه سابقا تتنظموا المادة 13 من قانون 1800. هذا القانون اللي تيعطينا انه لا بد من وجود اتحاد الملاك المشتركين اللي الغرض ديالو هو الحفاظ على العقار واداره الاجزاء المشتركه. انتظر كسيدي عندك تتهلا فيها تنظمها تصبغها تبدلها الجليج تدير تقادها مزيان، ولكن كاين اجزاء اخرى مشتركه خاصك حتى هما تتمنى الحفاظ عليهم، الدرج المصعد السانسوري اذا كاين، الجرده العمارة يكون عندها عساس ولا جوج ولا ثلاثه تتعاقد معاهم السنديك وتحمل المسؤوليه ديالو في اداء الاجور ديالهم من خلال الاشتراكات اليدي، يكون هناك جارديني يهتم بالباحات الخضراء، يكون يعني كاين واحد المجموعه ديال المسائل اللي خصك تلتزم بها كمالك مشترك في الاجزاء المشتركه. هنا يعني كما سمعنا بالغرض بالحفاظ على الاجزاء واداره الاجزاء المشتركه، وتتمتع هذا الاتحاد بالشخصيه المعنويه. عنده شخصيه معنويه مستقله. وتيمرس مجموعه من الاختصاصات المخوله بمقتضى القانون يعني بالماده 13 من 1800. وتتحمل حتى هو تتحمل واحد المسؤوليه على الاخلالات اللي قد يكون عنده في التسيير ديالو. هنا تنعرفوا بان تتطبع على هذه الشخصيه المعنويه لاتحاد الملاكين استقلاليه الذمه الماليه، استقلاليه الذمه الماليه لاتحاد الملاكين المشتركين اللي تتمكنوا من تسيير الاجزاء المشتركه. ولك الغرض كما تنعرفوا من الانشاء ديال اتحاد الملاكين المشتركين هو الحفاظ على العقار واداره الاجزاء المشتركه ديالو، وباش يتحقق هذا الغرض كما لابد من توفير على اموال لازمه. هذه الاموال من تجيبها من الاشتراكات اللي تيديوها الناس اللي ساكنين في هذه المجموعات السكنيه، على تيدي واحد مبلغ معين، مبلغ شهري عفوا مبلغ شهري او مبلغ سنوي على حسب النظام اللي تاخذوا، او انه كاين اللي تيديو قبل ما تيتسلموا المفاتيح ديال السكنه تيديو بعدا واحد المبلغ على السنه اللي هي باش انه يعني تمشي العمليه، يكون عساس يكون جارديني يكون واحد كذا. ولكن كاين كذلك اللي بعض الناس يختاروا انهم يتعاقدوا مع شركه اللي هي تتلعب دور السنديك اي اتحاد الملاك المشتركين اللي تتسير الاجزاء. ولكن كذلك خصنا نعرفوا بان كاين واحد المجموعات السكنيه ومجموعه العمارات مثلا ساكن فيهم الناس كاين اجزاء مشتركه، تيخصوا واحد الكراج ولا جوج كراجات، تيخصوا واحد الشقه، تيخصوا واحد المرآب، هادوك تيتكراو ومن العائدات ديالهم تيعاونوا السنديك في التسيير ديال الاجزاء المشتركه. لاننا تنعرفوا بان كاين اداء الفواتير ديال الكهرباء ديال الاجزاء المشتركه، كاين اداء الفواتير ديال الماء الصالح للشرب والماء اللي ديال السقي ديال الجرده وكذا، كاين كذلك اداء اجور العمال اللي عند الحق الوكيل الاتحادي يتعاقد معاهم بحال العساسه بالناس الحراس عفوا اللي تيعسوا بالليل ولا بالنهار. بالنسبه للجارديني اللي تيهتم بالباحات الخضراء او المساحات الخضراء داخل هذه المجموعات السكنيه، وكذلك كاين واحد مجموعه الالتزامات اللي منها مثلا تثبيت كاميرا المراقبه لمراقبه الاجزاء المشتركه، مخافه سرقه وكذا، وكذلك الحفاظ على الامن. يعني كاين واحد المجموعه المسائل اللي تتعطي الوكيل الاتحاد في اطار هذا الاستقلال ديال الديمه الماليه تسير والحصول كذلك على مستوى اللي هو معين. ولكن ما نساو بان كاين واحد الجانب ديال الذمه الماليه السلبيه. شفنا دابا الذمه الايجابيه اللي تتكون من الناس اللي تيخلصوا ذوك المسائل اللي تتخصص باش تكرى باش دير الموريد، تيكونوا هبات، تيكونوا التبرعات مثلا من واحد السيد ساكن او كذا. يعني كاين واحد المجموعه ديال المسائل اللي تنوجدوا في هذا القانون تتعطي تتكون ديك الماده ديك الذمه الماليه الايجابيه. ولكن كاين الذمه الماليه السلبيه كذلك عند وكيل الاتحاد اللي تتكون من الديون، قد انه يترتب على الناس ما تيخلصوش على تراكم الديون ديال الكهرباء، وقد يقطعوا الضوء على الاجزاء المشتركه، ترتب عليها ديون ديال الماء صالح الشرب، يترتب عليها عدم اداء اجور العمال المتعاقد معهم او الشركه المتعاقد معها المكلفه مثلا بالحراسه وبالعنايه بالباحات او بالمساحات الخضراء. اذا هذه المسائل كلهم تتعطينا، وكذلك تعرفوا بانه تترتب على الاعتراف بالشخصيه المعنويه
لاتحاد الملاكين الاهليه ديالو كما قلنا باش يتعاقد مع الناس عاديين كعمال للحراسه وكعمال للاهتمام بالباحات الخضراء وكذا، ولكن عنده كذلك الحق يتعاقد مع شركات تتختم في هذا الميدان. هنا كل هذه المسائل قد ترتب عليها مسائل اللي هي يمكن ترتب عليها مسؤوليات ديال ملاك الاتحاد في حاله عدم التسيير الايجابي او عن طريق التسيير العشوائي، انه مثلا تتخذ قرارات انفراديه دون احترام الجمع العام، انه خص يدير جمع عام باش يخرج بعد هذا السيد، ودار انه في الجمع العام يعطي التقرير المالي والتقرير الادبي، وانه كذلك ان تكون عنده منع عليه مثلا التفويت ديال عقارات معينه سواء بالكذا الا بعد استشاره او بعد اجماع اتخاذ الراي ديال الجمع العام اللي هو تتكون من مجموع السكان المالكين في هذه الاجزاء المشتركه، كما جاء في البند الثاني طبعا من الماده 2 من القانون 1800 المنظم للملكيه المشتركه. ولكن كذلك تنعرفوا بانه يتمتع الاتحاد ديال الملاك المشتركين بحق التقاضي امام القضاء، راه عنده الحق يرفع الدعوه في المسطره سواء بصفته مدعي او مدعى عليه، عنده الحق مثل، وكذلك عنده الحق انه بعد اشعار او ارسال انذار باداء المستحقات ديال واحد من الملاك المشتركين اللي ما بغاش يدي الاشتراكات انه يتقدم في اطاره المسطره الاستعجاليه، هي مسطره الامر بلا اداء ويبت فيها بشكل استعجالي ويمشي يتقاضى هذه المسائل. ولكن ملي تيكون عندك واحد الملاك باتحادين انشئ بالطريقه القانونيه، يعني خرج من جمع العام، وهذا الجمع طبعا ما تيكونش الا بعد ما تيستدعي جميع الملاكين او الاغلبيه، اللي ما حضروش كامل تيحضر الاغلبيه، الاغلبيه طبعا محدده في الاتحاد، وتيحدوا تيديروا واحد النظام قانون اساسي ديالهم، وتيحدوا كذلك واحد القانون الداخلي اللي هو اهم في هذه المسائل كلهم، هو انه يعني هذه التصرفات كلها تنظمها، والتصرفات الاخيره اللي ذكرناها تنظمها الماده 26 من القانون 1800. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.